اكتمل العقد في هذه اللحظات محاولات الاندفاعات هذه الأسماء، فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى الأفراس المبتدية الانتاج عمر 4 سنوات فأكثر على مسافة 1400 متر بهذه الصورة وبالشعارات المختلفة كما تشاهدون الآن مشاهدين متابعين الكرام. 20 رأسا من الأفراس المبتدية تندفع في هذه اللحظات، يتقدمهم هنا الفرس فضلة لمحمد سعد أبو 2 مع جيمي كاريون في المرتبة الأولى. هنا الدخول القوي الذي يأتي ل13 زحلوية لأبناء سعود سعد بن مطلق مع سلمان الرشيد في المرتبة الأولى. الآن في هذه اللحظات التراجع المرتبة الثانية لفضلة، هنا الاندفاع تأتي للسعودية العظمى في المرتبة الثالثة في هذه اللحظات. تشاهد أيضا شكرانة التي تتقدم، هناك أيضا المحاولات من الخارج الآن على ما يبدو ل17 أمارلس وكذلك 14 شكرانة تتقدم بكل قوة إلى المرتبة الرابعة تقريبا في هذه اللحظات، فيما البداية إلى هذه اللحظة مع 13 زحلوية مع المنعطف الأخير وكذلك التقدم بكل قوة. النظرة الأخيرة للخيال سلمان الرشيد مع زحلوية، ما شاء الله تبارك الله تفرق في هذه اللحظات، تتقدم بكل قوة زحلوية لأبناء سعود سعد بن مطلق مع سلمان الرشيد، تتقدم بكل قوة زحلوية تحافظ على الصدارة توسع الفارق ما شاء الله تبارك الله حتى خط النهاية مبتهية هنا في هذا الانتصار ما شاء الله تبارك الله بالمرتبة الأولى متباهية على الجميع زحلاوية. إذن زحلاوية لأبناء سعود سعد بن مطلق من نسل استرولوجي، تدريبات سعود سعد والقيادة لسلمان الرشيد بالمرتبة الأولى.